أخبار عديدة ومتنوعة رصدتها الصحف العربية والغربية. حرصنا في برنامج الحياة في مصر على رصد أهم ما جاء فيها. البداية مع صحيفة إكسبريس والتي تصدر غلافها محمد صلاح نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي، حيث نشرت خبرا تحت عنوان احتفال صلاح مو يعود لطريق الأهداف، وذلك بعد أن سجل صلاح هدفا بعد فترة صيام تهديفي في مباراة ليفربول أمام ساوثهامبتون والتي أقيمت على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي والتي انتهت بفوز الريدز بثلاثة أهداف نظيفة. وانتقالا إلى صحيفة ميديا بارت الفرنسية والتي استعرضت مسيرة يوسف القرضاوي أو مفتي الموت في صناعة التطرف، واعتبرته قائد الجناح المتطرف في جماعة الإخوان الإرهابية، وسردت الصحيفة شذرات من تاريخه الدموي ونفوذه في قطر، فهو مصري الأصل قطري الجنسية، الرجل النافذ والمؤثر في قطر والذي له دور كبير في دعم التطرف. حاربت قطر لمنع إدراج اسم القرضاوي من قبل على قوائم الإرهاب الأمريكية، وترفض تسليمه لمصر رغم إدراج اسمه أيضا في قوائم الإرهاب التي أصدرتها الدول الأربع السعودية ومصر والإمارات والبحرين. ووفقا للصحيفة، سيرة القرضاوي مملوءة بالتناقضات والتغير والتبدل، فقد كان الرجل يسير من النقيض إلى النقيض في كل مرحلة من مراحل حياته، وذلك لاختلاف الوجهة التي يقصدها واختلاف الراعي الرسمي له. أما صحيفة الخليج الإماراتية فقالت في افتتاحيتها الصادرة اليوم تحت عنوان واحدة من خيانات قطر أن قطر الغارقة في صناعة الفتن والتآمر والاستثمار في التطرف لن تنجو بأفعالها وستحاسب في يوم من الأيام، وأن من يتآمر على الشعب الفلسطيني وقضيته سيتبوأ مقعده من العار الأبدي الذي لن يمحو أسف أو اعتذار، مشيرة إلى أن هذه القضية مستهدفة بأبشع صور الاستهداف، والصمت على من يساوم عليها سرا كما تفعل الدوحة لا يقل تورطا في الجريمة عمن يسلبها علانية وجهرا مثلما تفعل إسرائيل وداعمها الأمريكي. ريم سمير، الحياة في مصر.